متشكرة قوي يا ميدو، متشكرة، ده انت اخويا من زمان. ده مش ميدو، ده عادل. ميدو اهو. متشكرة قوي يا ميدو، متشكرة قوي يا ميدو، ده انت اخويا من زمان كده. برضه بتقعد في فرح مش كده يا ميدو؟ بس يا ناهد، ده ده المريض وصلتني فرحي. الفازة اللي احنا راكبينها دي ما تقولش على عربيتي فازة. ركز معايا، بص لي، لا بص بقى، بص لي، انت عايز حد يجرحك؟ راح يا عم تكتب، راح. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ معلش بعد اذنك، الجزمة بتاعتي بتاع المرة اللي فاتت فين؟ الجزمة بتاعت المرة اللي فاتت خدتها مني برضه بتاعه الجزمة. وبعدين انت مش منظر شبش بلبسه. هياخد البنطلون تاني. ما تلعبش في عداد عمرك. ميدو. نعم. اشوف وشك بخير. ليه؟ رايح فين؟ مسافر؟ لا، بس مش عايز اعرفك تاني. ايه؟ وايه المفاجأة في كده؟ بقولك مش عايز اعرفك يا اخي. كده عزوز؟ عايز تسيبني لوحدي؟ الساعة 12 الظهر؟ مالا كنا 12 بالليل بقى، كنت عملت ايه؟ يا عم انا هسيبك في افغانستان. سلام. عزوز. اوعى ميدو. كمان بتضربني بالقلم؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ عزوز. خد يلا ما تخافش. يا جبان انت في ايه؟ هو كله زق زق كده يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه. طيب يعني انت مش عايز تعترف؟ ماشي، خدوا صاحبه ودوه للنمل. اما انت بقى هتعترف كويس قوي لما تنزل هنا في بيت مجد. لا خلاص، انا مش عايزك تعترف. وايه اللي انت لابسه ده؟ لبس لي بدله وبابيون. حرام 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 حرام. مفيش اي بدله خالص. مش عايز اروح الحمام خلاص. حاضر يا فندم. هنا انا فين؟ انا فين؟ انت في مقر المخابرات العامه يا ميدو. المخابرات العامه؟ طب وحضرتك مين؟ انا العميد سالم متولي. عميد؟ سيادتك عميد؟ اهلا 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 يا سالم بيه. اصل انا خفت قوي، اصل هم مجرجريني من الصبح. انا الحمد لله. قول لي يا ميدو. ها يا فندم. انت بتحب مصر يا ميدو؟ مصر طبعا يا فندم، ومين ما يحبش مصر؟ مصر دي أمي. طيب لو مامتك عزتك في عملية خطيرة، عملية مهمة محدش يقدر يعملها غيرك، توافق؟ يا فندم بس أنا مش دكتور. أوافق يا فندم أوافق، هاتوا العيان وأنا أعملها على طول لحضرتك. المهمة كبيرة وصعبة، وبعد التحريات اللازمة البلد اختارتك لتنفيذ المهمة. ومين في البلد بالتحديد يا فندم اللي اختارني؟ نفسي اشكره.
مش مهم، انا مراهن عليك. لا هتكسب الرهان يا فندم. ممكن اعرف بقى ايه المهمه بالظبط حضرتك؟ هتعرفها بعد شويه تدريبات واختبارات لتجهيزك للمهمه. جاهز؟ جاهز يا فندم. اهم حاجه عندي يا ميدو ان محدش يحس بحاجه. طبعا. ابوك نفسه ما يعرفش حاجه. طبعا طبعا. التدريبات هتتم في سريه كامله، هتروح كل يوم بعد التدريبات وتجيلي هنا الصبح. حاضر. دي شنطة هدوم لزوم التدريبات. ومين اللي جاب لي الهدوم دي يا فندم؟ مصر يا ميدو. ومصر عرفت مقاسي منين؟ ميدو يا ميدو يا ميدو ميدو. ايه يا سيف في ايه؟ عايز اهرب. عايز ايه؟ عايز اهرب. تعرف تروح فين؟ شرم الشيخ. ايه يا سيف انت مجنون ولا ايه؟ لا لا. ايه امال اللي انت بتقوله ده؟ طب معاك فلوس؟ عايز قرشين منك. قرشين منك؟ اه. طب معاك هدوم؟ عايز شوية هدوم منك. طب مهرب انا وخلاص. ماشي. ماشي؟ ماشي ايه؟ طيب تعالى بس ننام دلوقتي وبكره الصبح خدي النضاره. ان شاء الله نهرب. اخد النضاره من بيها. ايه خليها معايا. حطها هنا. حطها فين؟ هنا على الكومودينو. طيب هات. يلا يلا ننام وبكره الصبح ان شاء الله نصحى نهرب كلنا. كلنا؟ اه مع بابا ونقعد وكلنا نهرب. احكي لك حدوته؟ لا. يقول لك مره؟ لا مش عايز. هحكي لك حدوته؟ لا. يقول لك مرة واحد؟ لا مش عايز. انت جاي تخنقني في اوضتي ولا ايه يا سيف؟ لا مش جاي. امال ايه وجاي؟ دلوقتي يا ميدو ده اختبار اسمه الثبات الانفعالي. ثبات مين حضرتك؟ الانفعالي. انفعالي. بمعنى كيف تصمد امام امرأة شديدة طاغية الانوثة دون ان تنفعل دون ان تتأثر؟ قصد حضرتك لو واحدة يعني مزة جامدة يعني ما تأثرش بالحاجات. حضرتك انا حجر.
تعبك معايا يا رمزي. تعبك راح يا ليلى. على فكرة ميدو طلع ولا ما طلعش؟ ليه كده يا ليلى؟ ايه خايفة عليه؟ ليلى لازم تعرفي ان ميدو بالنسبة لي اخ زيه زي رمزي. بجد يا هدى؟ امال انت كنت فاكرة ايه؟ اسمع يا ابني، الوقت ميتو صاحبك ده ما بيجيش من وراه غير المشاكل، لكن انا هعرف ازاي اوقفه عند حد. خلاص يا بابا مش وقته. مفيش حاجة اسمها خلاص. ال5000 جنيه تمن تصنيع العربية هيدفعهم، يعني هيدفعهم حتى لو اضطريت اقتله. انت منورنا يا ميدو. شكرين يا فندم. اتفضل. لا يا فندم ما بحبش العسلية. دلوقتي اقدر اقولك على المهمة يا ميدو. دي صورة المركز الثقافي الافريقي. ده صورة المركز الثقافي يا فندم اللي انا مسؤول عن صيانة الدش فيه. عارف. المهمة بقى في الطبق ده يا ميدو، عايزين نركب جهاز تصنت نسمع بيه كل كلمة بتتم في المركز. المركز بيتم فيه مؤامرة ضد مصلحة البلد، ضد مصلحة مصر. هتضرب الطبق بالبندقية الساعة 7:30 صباحا، هينقطع الإرسال. هيتصلوا بمندوب الصيانة عن الدش اللي بدوره هيتصل بحضرتك. دي صورة العمارة المواجهة للمركز، وده مفتاح الشقة اللي منها هتضرب الـ LNB بسهولة، وده مفتاح العربية اللي انت هتستخدمها واللي هتلاقي فيها البندقية. هتبقى في الشقة النهاردة، وبكرة الصبح تبدأ مهمتك. تخلص المهمة جري على طريق الواحات عن طريق 6 أكتوبر عند الكيلو 56 بالظبط. هتنتظرني في العربية، اوعى تنزل منها لأي ظرف، اوعى حد يشوفك. جاهز يا ميدو؟ جاهز يا سيد سالم. مصر كلها وراك يا ميدو. ماشي. مصر أمانة في ايديك. ايد من حديد يا سيد سالم.